Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Abdul Rahman. Saya santri MA Al-Ukhuwah Sukoharjo kelas 11. Saya akan membacakan surat Al-Fathur ayat 17 sampai 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين امنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٍ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ ويطوف عليهم جلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته